خليني اسالك او انقلك من منتخب اسبانيا وتجربه اسبانيا، بما ان احنا عندنا كلام على منتخب مصر الاولمبي، هل شايف انه التجربه دي، يعني مش عايز اقول او احط القصه في في في, في حته المقارنه شويه، لكن هل ممكن تقول انه المنتخب الاولمبي اللي هيشارك في اولمبياد باريس وهيلعب كمان 10 ايام دول، ولا 10 ايام تقريبا، يقدر يكون نوال مشروع كده، ولا القصه محتاجه تخطيط؟ الجيل ده كويس، الجيل ده كويس. وعايز اقول حاجه، ميكالي ده مدرب كويس، وجهه نظري ميكالي انا بحبه جدا، وبحب طريقه لعبه، وبحب سيستمه، وبحب لما يعني كل ما لما تابعتهم في بطوله افريقيا في المغرب، منتخب قوي، طبعا منتخب مغربي منتخب محترم، ولكن منتخب المغربي فعلا نال اللقب بسبب ارض وجمهور، حاله الطرد، حاله الطرد اللي كان محمود صابر ساعتها. احنا منتخب مصر بدا المباراه، يعني حتى كنت لسه بتفرج على الملخص بتاعها، مش ممكن وان سايد جيم بتلعب المغرب في المغرب، وان سايد جيم اول ربع ساعه لغايه لما جبت الهدف بتاعك، وبعد كده حاله الطرد قلبت المباراه عليك، وحتى رغم الطرد انت فضلت عندك هجمات خطيره على مرمى المنتخب المغربي. فالجيل ده كويس، بس يجب اهو يجب وجود معد نفسي دايما مع الجيل. ليه؟ عشان الدماغ تفضل ماشيه على التراك، ما تخرجش بره. ان الولاد الصغيرين دول في السن وانس وهم بياخدوا شهره، صغيرين لسه كريم. طبعا صغيرين طبعا. ده يا امال لامين يامال ونيك ويليامز دول ايه؟ لا احنا بنتكلم عن منتخب الاولمبي. لا معلش، بنتكلم على لعيبه نجوم في فرقها في الدوري، بس خلي بالك برضه يعني. ومنهم لعبوا منتخب مصر والله اول. والله كلامك صح، بس تاني معلش برضه، عارف هقول لك ايه؟ نتكلم يعني بصراحه، يعني احنا حجم التطور عند احنا متاخرين شويه عن العالم الخارجي. ليتس سي انا هبقى متفائل يعني، خلينا نقول 20 سنه في كره القدم، في كل حاجه، في كل حاجه، قدم بس في كل حاجه. فاحنا لازم تقيس على متفائل. والله خلينا نقيس على المقياس ده. فانت لازم الاولاد بتوعك تبدا النهارده تشوف بره ببساطه. انا عايز اسال، يعني اسف، يعني هي الكوره اصعب من الفيزياء او اصعب من التركيبات الكيميائيه؟ اسبانيا بتقول لا لا، الموضوع بسيط على فكره. لا لا لا، انا اسف، الموضوع بسيط. احنا لو معانا دكتور يعني بتاع كيمياء بتركيبه ادويه، تركيبات ادويه وكده، هيقول لك انا اسف لا، الموضوع عندي اصعب من عندك، انا عندي تجارب سريريه وعندي مش عارف ايه، وموضوع صعب، موضوع معقد. لا، هم ببساطه لما بيقولوا ايه الصح بينفذوا. انا النهارده عندي الجيل ده عايز احافظ عليه، يبقى لازم النهارده امنعه من حاجتين. اول ما الشهره والفلوس يبقوا في ايده، لازم يتحموا منه، لازم يتحمي، يبقى في حمايه. انت لازم تتحط في سيستم، انت رياضي زي رونالدو كده. الكلام لما تشوف رونالدو بيتكلم بيقول لك انا من سن كذا لغايه دلوقتي نفس اللايف ستايل ماشي عليه، ما بغيروش. ليه؟ لان انا بحب العب. عشان تقعد تبقى رياضي وتحافظ على نفسك لازم انت عايز، انا اسف انا اسف، حابب كده على المنتاليتي. في لعيب مصري المنتاليتي يقدر يعمل ده لوحده؟ انا بقى انا مذيع وانت الضيف. محمد صلاح عمل ده لوحده. حلو، تمام. كماجورتي اغلبيه. لا طبعا، يعني محمد صلاح استثناء. تمام، وبالتالي انت محمد صلاح مجتهد، يعني هو محمد صلاح نجح لانه خارج المنظومه. لا بس برضه يعني نقول حاجه، المنظومة محمد صلاح جات له ناس ساعدته. محمد صلاح بازل، ومحمد صلاح تشيلسي في الاول لما كان في مجموعه من الناس بتدل له حياته. أي. مش هم اللي قدروا له حياته لما راح فيورنتينا وراح روما وبعد كده ليفربول. صح؟ صح. لا انا ما اعرفش المعلومه. لا انا اقول، لا انا اقول لك معلومه، وجهه نظر، دي معلومه. كان في مجموعة من وكلاء اللاعبين المصريين بيديروا أمور محمد صلاح وهو في بازل وهو في تشيلسي أول ما كان مع مورينيو. كانوا مصريين. أيوة. منذ تحول محمد صلاح للشركة الخاصة برامي عباس. أيوة. تحول محمد صلاح داخل وخارج الملعب. دي ملف، وبقى براند. ده ملف كبير قوي. مش بنتكلم في لعيب. أيوة. بنتكلم في براند اسمه محمد صلاح. ماشي؟ فالحتة بعيدة عن أي أمور تانية خارج الملعب. أيوة. فتاني. وفي لعيبة كرة بالمناسبة كتير. يعني كان انا كنت بشوف كده كانوا ممكن يلعبوا في اكبر الانديه. صحيح. وكانوا يعمل مشوار زي محمد صلاح كتير قوي عدوا علينا طبعًا في مصر. طبعا بس ما حصلش عشان العقليه. فبالتالي لو انت النهارده اتكلمني على الجيل بتاع المنتخب الاولمبي الحالي. أي. اوكي، ربنا ان شاء الله. بس تجربه صلاح غيرت اكيد نظره الاجيال اللي جايه. صح يا كريم. بس محمد صلاح ايه قوته؟ في الاستمراريه. الاستمراريه صعبه. أي. انت ممكن تفلورش، ممكن تبدع مره مرتين. السؤال، تقدر تضمن ابداعك 20 مره؟ دي صعبه. ليه؟ عايز استمراريه. انا ممكن اقول لك ايه، يلا النهارده كابتن انت مطالب بالنوم الساعه 9 بالليل. ايوه، عشان تصحى الساعه 5 الفجر، تقوم تصلي وتفطر وتاخد اشعه الشمس وفيتامين بي 12 وادخلك في ليله كده. ايوه طبعا، في ناس بتسمع الكلام ده تقول لك نعم ده طبعا. ممكن اعملها يوم،
اعملها يومين، لكن ما تبقى ده كل يوم اعمل كده يا اخي سيبني اشم نفسي شويه. عايز اخرج، عايز اتفسح بالليل، عايز اخش سينما، عايز اخرج مع اصحابي. اللايف ستايل يا احمد، ايه دي فكره؟ انت ايه الفكره؟ انت عايز ايه الهدف عندك؟ الولاد دول لو حققوا حاجه في الاولمبياد، احنا بنتكلم على لعيبه. نعم. لو اتكلمنا على تقريبا القوام الاساسي، سيبك من اللعيبه اللي فوق السن اللي هي زيزو والنين، انا بتكلم على اللعيبه الصغيره يعني. الولاد دول لو حققوا حاجه في الاولمبياد دي، نعم، نتمنى طبعا لينا انه يبقى في تاريخنا يبقى في حاجه ميداليه اولمبيه في رياضه جماعيه. احنا اقصى حاجه وصلنا لها دور الثمانيه مرتين بالظبط، لكن ما حققناش ميداليه. لا، فقصه الميداليه دي حاجه انجازها يعني، هيفرح الناس طبعا ويخليك تراهن اكتر على انه الجيل ده ممكن يشيل منتخب مصر الاول في كاس العالم 26. صحيح. السؤال هنا، نعم، ومعظم اللاعبين زي ما قلت لك قوام اساسي غالبا هم نجوم في فرقهم النهارده. نعم. يعني لما اقول لك احمد نبيل كوكا نجم في النادي الاهلي، لما اقول لك ابراهيم عادل طبعا نجم في بيراميدز، لما اقول لك محمد شحاته نجم في الزمالك، لما اقول لك مصطفى سعد ميسي نجم. نعم. يعني كلهم الحقيقه نجوم في فرقهم. صحيح. هل تتوقع انه يبقى لاول مره في جيل كامل تتاح لي فرصه الاحتراف، وانه الانديه بتاعتهم تسمح انها او توافق على فكره انها تستغنى عن جيل يبدا مشواره في السن ده في ملاعب اوروبا؟ يعني طبعا اكيد هو على حسب استفاده الانديه، عشان نكون صراحه في الاخر اللعيبه دي مرتبطه بعقود مع انديتها، وفي الاخر اتحاد الكوره او منتخب مصر ملوش علاقه بالعقود دي. اسالك سؤال قبل ما تكمل اجابتك، اتفضل. المقاولين استفاد من محمد صلاح لغايه دلوقتي قد ايه؟ كتير كتير، بس في النقطه مهمه، نادي المقاولين طبيعه النادي كانت تسمح له بده. يعني مثلا النادي الاهلي كمثال ما يقدرش يطبق نفس السياسه، لانه نادي هو من كبار انديه العالم. نادي الاهلي كمنظومه النهارده بره بيحطوه، يعني انا اسف، راس براس بريال مدريد في اوروبا. بيقول لك الاهلي هو ريال مدريد افريقيا. سان داونز نفسه، يعني سان داونز نفسه هو، شوف المنافس الاشرس لينا في السنوات الاخيره، هو يقول لك انا مش زي الاهلي، لا انا ما عنديش امكانيات الاهلي. بس عشان انا معاك ان طبعا ان اللعيبه تحتلف يبقى في اوضاع افضل في اوروبا كل شيء، لكن مش ده الشرط. لا، المهم الحفاظ عليه. طب ما انت ممكن لعيب يطلع اوروبا، انا اسف يعني، وما يلتزمش. هو في يعني اسف يعني، عمرو زكي من اسرع المهاجمين اللي سجلوا عدد اهداف في معدل مباريات قليله، ده كسر الدنيا اول مره. فاكرين الهدف الشهير في مرمى ليفربول في انفيلد؟ طب عمرو زكي رجع ليه؟ كان مع ويجن اعتقد، كان مع ويجن بالظبط، ويجن اتلتيك. هل وكان المدير الفني ستيفن بروس، هل ساعتها عمرو زكي كان بيلعب وحش؟ لا خالص. ستيفن بروس حتى قال مشكله عمرو كانت في الثقافه واللغه والتعامل. فهي دي فكره، الفكره مش في الاحتراف بس، لا خالص. الفكره في انك عايز تحافظ على اللعيبه نفسها. اللعيبه نفسها، يعني اتحاد الكوره مثلا في وجهه نظري هو يقدر يتعامل مع هذا الجيل، يقول لهم يا جماعه لا، انتوا تحت الرقابه بتاعتنا. انت مع النادي بتاعك اوكي وهنتابع، بس تحت الرقابه بتاعتي. انت بتعمل ايه؟ تتصرف ازاي؟ عايش ازاي؟ مهتم بنفسك ولا لا؟ كل الحاجات دي لازم، انا اسف، تتعمل بالاجبار. ايوه. دلوقتي في السن الصغير ده ببساطه كده يا احمد، ببساطه. لسه بتقول سن صغير برضه. صغير هوب لقى في ايده 20 مليون جنيه. على طول هيروح يجيب العربيه نفسه فيها. وعايز يخرج بيها، ولا هيجيب العربيه جرشها. لا بس هو الفكره مش بس يعني الفلوس، يعني بتهيألي الفلوس جايه. يعني لعيبه في السن ده لازم تبقى فاهمه كويس جدا انه طول ما انا ناجح وطول ما انا محافظ على مستوايا الفلوس هتيجي. احمد مش بنفس الاهم بالنسبه لي. أيوه. هو ان انا الموهبه اللي ربنا اداها لي او الفرصه اللي جات لي، وفي ملايين غيري بيحلموا بيها. جميل. اعرف استغلها واعرف اعمل اسم واعرف اكتب تاريخ واعرف اعمل حاجه اعيش عليها العمر. يعني مش ماريو بالوتيلي ده كان واحد من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ ايطاليا؟ اكيد. وماريو بالوتيلي طبعا كلنا نفتكر، يعني عمل في فتره من فترات اداء مذهل مع منتخب الايطالي، لكن كاوفر اول عمرك ما بتدي ماريو بالوتيلي كمثال للعيبه الصغيره في اوروبا. عمر. وانا عايز اقول حاجه ثانيه، هي مش الظروف اللي بتحصل لنا دي بتحصل لهم بره، ولا احنا يعني احنا في كوكب منعزل؟ بتحصل لهم. يعني هم التجارب اللي احنا بنمر بيها دي تجارب هم مروا بيها. طب ما نشوفهم عملوا ايه؟ هندي دماغنا ليه؟ نشوفهم هم عملوا ايه؟ يا جماعه انتوا عملتوا ايه؟ ببساطه اتحاد الكوره يبعت بعثه لاسبانيا بعد نهايه اليورو ده، يبعت مجموعه من المدربين ويصرف عليهم، بدل ما احنا مضيعين فلوسنا على السفريات والبرديم والحاجات دي كلها، تعال كده طلع بادجت، طلع مجموعه من المدربين اللي ماسكين منتخبات الناشئين والشباب، طلعهم وديهم اسبانيا. يا جماعه انتوا عملتوا مع الجيل ده ايه؟
من ساعه ما كان عندهم 18 سنه أيه. وعلمهم ويجوا هم ينقلوا التعليم ده للعيبه عندنا ويبنوا نواه بدل ما احنا قاعدين عمالين نتخانق على السفريه مين رئيس بعثه مش عارف ايه ومين رئيس بعثه ايه. بس في اول حاجه كلامنا ده عارف مهم ليه؟ ان احنا بنتكلم على حقبه جديده من انتخابات اتحاد الكره القريبه. طبعا يعني لو الاعلام اتكلم عن الموضوع ده اللي هيجوا جداد هم اذا جم جداد اللي هيجوا جداد يسمعوا الكلام ده وينفذوه. النهارده كل اللي انت عايز تعمله عايز تبقى فعلا تاخد خطوه وتفيد فيها الناس خد كوبي يا عم ما تشغلش دماغك خد كوبي وبيست من ناجح بره واعمل زيه بس. موضوع بسيط يعني مش كيمياء. الرهانة على الإدارة بس من وجهة نظرك أساس. أه طبعا صدقني والله موضوع مهم. هتقول لك حاجة أسماء اتغيرت كتير قوي يا كريم بس النتيجة كانت واحدة. نقطة مهمة نقطة مهمة والله. مش منصب المدير الفني اتحاد الكورة من أكثر المناصب اللي أغلبية الناس بتوع الكورة في مصر مش فاهمينها؟ صح؟ ما أقدرش أجاوب. لا أنا أجاوب. أوكي أنا أجاوب لك. أه منصب المدير الفني لاتحاد الكورة المصري هو واحد من أكثر المناصب اللي الجماهير كورة في مصر مش فاهماها. مش عارفين الراجل ده بيعمل ايه في الجوب ديسكريبشن ليه. طيب واحد انا بقول لك اهو النهارده اسبانيا مثلا عندهم مدير فني الاتحاد الراجل ده مهمته ايه؟ الراجل ده بيقعد مع المديرين الفنيين المنتخبات حتى لما يتعينوا بيقول مش بيقول له انت جامد مش جامد بيقول له انا عندي تارجت عايز احققه انت تقدر تحققه ولا ما تقدرش. فالاختيار مش بناء على السي في لا الاختيار بناء على ان افكارك تتناسب مع التارجتس اللي انا حاططها. فنقعد بقى ونتفق ونجيب مدرب منتخب 17 لو سمحت احنا هنلعب بالستايل ده فعايزينك تلعب بالستايل ده. يعني مثلا هو ينفع النهارده منتخب 17 في مصر يلعب بطريقه 3 5 2 ومنتخب الشباب ومنتخب الاولمبي بيلعبوا 4؟ طب ما هو التلات مساكين لما هيطلعوا هيقول لك والله حضرتك انا بقى 3 سنين بلعب بليبرو انت دلوقتي بتلعبنا في 4 احنا ما نعرفش احنا مش متعودين. فالنهارده بتتكلم على كلمه ايه؟ جيل بيسلم جيل. فده منين؟ اه من الاتحاد من المنصب ده. مش النهارده فينجادا كان في المنصب ده؟ ايوه ده كان بقى. طيب كان بياخد كام فينجادا؟ رجعتنا للزمان. لا دي ملفات ثانيه يا كريم هتاخد مني انا حلقات كبيره جدا. سريعا معلومه يا سيدي ما تبخلش المعلومه على الناس يلا نقولها. كان بياخد كام؟ كان بياخد 40,000 يورو. بيعمل بيهم ايه؟ هل خطط؟ هل حد حاسبه؟ يمكن اكتر فتره انا سمعت فيها شكوى او فيها مشاكل كانت اثناء تولي بنجادة المسؤوليه. هل حد قال له يا عم الحاج انت بتعمل بصمه؟ ويمكن ما حدش طلب منه برضه. ممكن صح معاك يعني يمكن الراجل ما قصرش لانه بس في الاخر في الاخر الفكره هتروح لفين؟ للتخطيط مش للمدير الفني ان هو يحط خطه. لا خلاص مفيش الكلام ده في تخطيط. دي لافوينتي ارجع اتفضل دي لافوينتي انا افتكر اهو عشان انهي كلامي. دي لافوينتي بطل يورو تحت 19 بطل يورو تحت 21 معاه ميداليه برونزيه في الاولمبياد وبطل يورو 24 وهو المرشح الاول لمونديال العالم في امريكا 2016 صحيح.